يعني مصر بلد حضاره وسلطنه عمان بلد حضاره، لما اصحاب الحضارات بيتقابلوا بيبقى في رؤى مستقبليه، وفي الحقيقه في ملفات كثيره جدا مهتم بيها البلدين. لو بنتكلم عن ملفات يمكن اقتصاديه او حتى ملف الخليج، ملف اليمن، سياسات التهدئه وغيرها وغيرها، حضرتك شايف ازاي ممكن نبني عليها من هذه الزياره؟ أنا أرى يعني أن السياسة العمانية أيضا المصرية دائما تؤمن بالمفاوضات، ودائما يعني ما تتحلى بالحكمة والتعاطي العقلاني مع مختلف القضايا. نحن لسنا يعني مع التوترات، ولسنا نريد أن نجد حلول، وما علينا أن نفكر فيه بشكل أكبر هو الحلول عن طريق المفاوضات، صحيح، ولا عن طريق يعني المصالح المشتركة للأطراف. فهنالك تهدئة سعت سلطنة عمان والدبلوماسية العمانية بشكل كبير فيما يخص الحرب في اليمن، وهنالك ملفات أخرى طبعا يجب التنسيق فيها بشكل أكبر، لكننا جميعا يعني نشترك في أنه نتعاطى بالدبلوماسية والعقلانية والحكمة في حل الكثير من الملفات التي قد تبدو مستعصية بشكل كبير، ولكن المفاوضات، الفكر المستنير هو دائما الذي يقودنا أن هنالك حلول سياسية أهم من الحلول العسكرية ربما، التي يعني قد لا تخدم المصالح المشتركة للمنطقة العربية. كما نعلم أن المنطقة العربية يعني شهدت الكثير في خلال العقود الأخيرة من الحروب والدمار وإلى آخره، وآن لنا الآن أن نرفع أو نتحدث بلغة السلام حتى يعني نحفظ التنمية في هذه المنطقة.